تشيع حاشد في بلدة الخيام الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان لعنصر حزب الله الذي سقط في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. تشييع تزامن مع غارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفرشوبة غير البعيدة من هنا، ما يظهر واقع الحال في البلدات الحدودية التي تعيش الخطر اليومي في المواجهات المستمرة، فيما يصر أبناؤها على مراسم تشييع حاشدة لمن يسقطون في الصراع الدائر، ومعظمهم من أبناء هذه البلدات ويقيمون فيها. يأتي ذلك وسط حال من الترقب فرضها الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، ويعتقد مراقبون أن إسرائيل هدفت من وراء هذا الهجوم الذي استهدف القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي الذي عمل كما أكد حزب الله طيلة سنوات على تطوير عمل حزبه، هدفت إسرائيل إلى استفزاز إيران وحزب الله، وقد أكدت إيران وحزب الله أن الهجوم لن يمر من دون انتقام، وأكد الإعلام الإسرائيلي رفع حال التأهب في السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، وبدا واضحا أن ثمة محاولات لتهدئة جبهة جنوب لبنان انطلاقا من اتصالات أمريكية فرنسية توجها إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة التنسيق مع نظيره ستيفان سيجورني لمنع توسع الصراع في المنطقة. وفي هذا المجال يعتقد مراقبون أن إيران ومن خلال التوجه لمجلس الأمن الدولي أرادت توجيه رسالة بأنها لا تريد الانزلاق إلى حرب مدمرة، ولكن الضمانات لهذه الحرب ليست قوية وتبقى غير نهائية، وهو ما يرجح استمرار تبادل الرسائل الأمنية دون الحرب المدمرة التي استعاد عنها باستمرار إشعال الجبهات المتعددة المفتوحة وأبرزها هنا في جنوب لبنان. كلوديا بحنا، قناة الغد، من بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان.